اكيد معنا خديجه واللي باقا كتسنانا ماشي بعيد. ها هي غير فصله خدوج. اش اخبارك؟ انا حداكم لالا مزيانه غير كنتي انا الحمد لله سديتي الباب. انا اختي انا كانوا كيصوني ولاد اختي داكشي باش ايوا. شوفي الدار اللي ما فيهاش وليدات وما فيهاش الحركه ماشي دار، خاص دائما شويه ديال التنرغيز دائما. انا اختي خديجه هذا عصير اقتصادي اللي بغيتي تعطينا. هذا عصير اقتصادي غادي نعطيه لكم، غادي تشكروني عليه الساده المستمعين. ها انتم يلا وجدوا معايا ورقه وستيلو، ما خسرتوا والو. يلا قلتي يلا سربي وجدوا ورقه وستيلو قيدوا. ها مرحبا. كيلو ديال الليمون، كيلو ليمون اها، كيلو لارب سنيده، انا عطيت تقريبا واللي ما بغاش يدير كاع سنيده ما يديرهاش، انا نفسر لك كيفاش. كيلو لارب سنيده 5 لتر الماء، 5 لتر ماء صافي. عطيت ثلاثة د الحوايج باش قلت لك هو سهل واقتصادي. كناخذوا هذا الكيلو ديال الليمون، كيلو ليمون كناخذوا هذا الكيلو ديال الليمون كناخذوا وحده منه كنخليوها بقشرتها غير كنشدوها كنقطعوها طروفه نحيدوا لها العظم ونديروها في كوكوت. والليمونات الاخرين كنحيدوا لهم القشره وكنحيدوا لهم العظم وعاد كنضيفوهم الكوكوت. هذاك 5 لتر د الماء كناخذوا منه لتر واحد، كتبقى 4 لتر كناخذوا لتر واحد وكنضيفوا الكوكوت باش يطيب فيه الليمون. نعم كنسدوا الكوكوت ملي كتبدا تصفر كنحسبوا ربع ساعه. أيه. ملي كدوز ربع ساعه كنضيفوا الكوكوت وكنحيدوا الصفاره وما كنحلوش، ربما الله يحفظك. نخليوها تبرد، نخليوها حتى كتبرد. ملي كتبرد كنحل، ملي كتبرد كنحلوا الكوكوت كنضيفوا داك كيلو لارد سنيده وكنخليوها حتى تبرد مزيان. من بعد كنضيفوا كنطحنوها في الخلاط الكهربائي كنصفيوها في الصفايه ومن بعد كنكبوها في البيدوزه. ديال 5 لتر يعني شي نعم كنكبوها في البيدوزه كنكبو من بعد كنضيفو لها داك 4 لتر. هي هذيك كتجيك عصير ديال 5 لتر كامل ديال الليمون. نعم. ديال العائله غير هي غير هي البيدوزه ما منصوحاش الله يرضي عليك خديجه، بدليها لينا بشي قرعه ديال الدجاج الله يسهل عليك. يمكن لك حتى 5 ديال القرعه ماشي مشكل، غير هو نعم. انا قلت لك كنعطيو اختيار غير باش بينت للسيدات بان هذا العصير كيخرج 5 لتر. نعم اقتصادي وديال العائله. نعم. هادشي اللي نقول لك والله يا اختي لما كيجي بحال العصير ديال القرع اللي كيتباع برا ديال الليمون باش نعطيك سميتو هكا كيجي مزيان. عندها الاختيار، نهار الاول بغات تشرب هكا تشربو، من بعد بغات تزيد ليه يعني الديسير ولا تزيد ليه شي حاجه تعاود تطحنو وتشربو كيجي في مذاق احسن، كيجي غزال. تبارك الله عليك خديجه من السلا، فرحتينا اكيد بهذا العصير وفرحتينا بهذه المخيمرات بطريقه جديده. انا ديما في الخدمه. مرحبا اختي. وبعجاله بعجاله نعاود معاك هذه المخيمرات اللي عندهم طريقه جديده ولا الكثير من المستمعات طلبوهم لينا قبل قليل. في المقادير ديالهم عندنا في العجينه 100 غرام دقيق ممتاز، 300 غرام فورس، معلقه صغيره ديال الملحه. لا نص معلقه، معلقه ديال الملحه. اذا نص معلقه، نص معلقه نص نص معلقه صغيره ملحه، نص معلقه اييه، معلقه كبيره خميره ديال العجينه. اييه قلنا غيتخلط هذا الخليط ديال العجين بالمدافي، وعندنا واحد الزيت البلديه اللي هي غنحطوها جانبا حتى غاد نستعملوها في الاستعمال ديالها اللي قلتي غندهنوا بها الوجه وسميتو ندهنوا بها يعني ديك الكره ديال العجينه كامله. هي كلاله كتشدوا معايا اصلا هاد المقادير هادي كيكونوا ملي كتخلطيها كتجي غير شويه غير كويره ديال العجينه. يعني ندهنوها بالزيت البلديه كندهنوها كامله. يعطيك الرضا. اذا في الحشوه ناخذ 200 غرام ديال صدر الدجاج او بيبي. ايه طريفه ديال الزبده مقدار ديال معلقه صغيره. أه. كاين الابزار. أيوة. كاين الملح. أيوة. معلقه صغيره موطارد. أيوة. جوج ياغورت مسوس. أيوة. 50 غرام زيتون مقطع. أيوة. و50 غرام كورنيشون. أيوة. 150 غرام حتى 200 غرام فرماج احمر. أيوة. وخصه مقطعه. تبارك الله عليك الاخت جيهان، وتبارك الله عليك انت اللي عطيتينا. تبارك الله عليك انا هذا والله الا جربتهم وعاود كيعجبوني كيجيو واعرين والله العظيم. تبارك الله عليك، سيري تجربيهم. راه عندك المرسي ديال التليفون عيط عليا وقول لي ان شاء الله. اذا ناخذوا هذه العجينه منها كويرات صغار كما قلتي ياك، ونحطوها من بعد ما تخمرات ومن بعد يعني ما خدات الراحه ديالها في التخمار، وهذا ناخذوها كويرات ونستفوها لالا قلتي لنا في المقله او لا في المقله الثقيله ياك لالا. اه
الثقيله تماما. ايوا نديروا ليها الطياب ديالها، وكما قلتي وهذا السر كترشي المقله الثقيله بالزيت باش كطلع تحميره في هاد الخبيزات هادو ولا في هاد البطبيطات هادو، باش كيجيو محمرين. وعاوتاني نفكروا الساده المستمعين بان غير كتحطي المخمره غيتبان لك بدات كدير داك البويقه في قلبي هذيك الساعات. واخا خديجه، وفي السخونيه ديالها نحاولوا نحلوها لانها تما فاش كتاخذ الشكل ديالها باش باش تجي الحشوه مقاده فيها. لاله خديجه كتاخذ الشكل وكتجي مفروقه، كتجي فهمتي يعني الا خليتها حتى بردات كتجي ملصقه ما كتبغيش تحلك كتعذبك. في المقله ناخذ صدر ديال الدجاج مقطع، نضيفوا ليه الزبده الملح الابزار وعلى عافيه مهيله، ونقلبوا ونشحروا. عاد غنزيدوا معلقه صغيره ديال المطارد، غنحاولوا عاوتاني نحركوا مزيان هاد العناصر هذه كلها، نطفيوا العافيه ديالنا وناخذوا مقص كما قلتي لنا اختي خديجه، وناخذوا هذوك الطريفات ديال الدجاج ونفرتوهم بالمقص ونضيفوهم في اناء مع جوج ياغورت مسوس والكورنيشون اللي عندنا والزيتون، ونحكوا الفرماج والخس كذلك مقطع، غنوضعوه في الثلاجه تقريبا ساعه وغنعمروا به المخامر ديالنا. وبصحتهم وراحت، نتمنى انني نكون عند حسن الظن السادة المستمعين. شكرا لك، دايما عند حسن الظن انتي وصحباتي وخواتاتي، دايما تبارك الله عليكم جايبين لنا الجديد اكيد في الشهيوات وشهيوات رمضان بالضبط.